ايه؟ بقول لحضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما تفضلها مكان. يا باشا يا باشا البشوات يا دكتور يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانيه خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس، نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيره، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلو قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. ويلكم سكلانس. شوف بقى. دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل. إيه؟ شيل شيل ذكريات طفولة إيه؟ وناس إيه؟ وجيران إيه؟ وعشرة قديمة إيه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها بقت هنا. جرأتك انك تحمل ملفات كتير بالشكل ده على الشريحة تخليني اقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم حلم. انت بتقربه لي بسرعة. حلم ايه ورؤية ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس ناس مين يا دكتور؟ نمال من الناس. خلاص الدنيا بقت حلوة والعيشة هترتاح. ماله ماله. سطب لي انت بس قانون الدستور الجنائي وصالونة العلاقات الغرامية يا هيا وآية. نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام؟ هو ده؟ أخيرا فهمتني يا وديع. جميل جمال. أجيب عيال. جميل جمال. أجيب عيال. صلاة ودلال منى وجمال ورمز جلال. جميل جمال. دكتور ابن حلال. والله ابن حلال. جميل جمال. هنجيب عيال. جميل جمال. هنجيب عيال. هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج اللي مسز معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده. ومدي كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليلة على الفضيات النهاردة. اجي يا بوبي. لحظة واحدة يا عيون البوبي. لحظة واحدة. هو الدكتور ما البرنامج رقم ايوه. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه يا اسطى البرنامج مش عايش تساله خالص.
لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمي لي عظمه. ايوه طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامه انت. مع السلامه انت. يلا اهلا ومرحبا بك في برنامج العلاقات الزوجية. اهلا بك يا ست الكل. يا قشطة دلعينا بقى دلعينا. الدخول الى القائمة الرئيسية. ايوه اضغط الرقم 1. صحيت امك. ليه اضغط رقم 1؟ اضغط فين انا؟ يلا بقى يا بوبي. يا الله ايه ده ايه ده ايه ده. يا لل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 
جوز الخيل العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي من وعليا يا بوبي كلك حمية السكر غلي في الجمعية ونحلو بإيه اللي لدي وشوية رز وشرعية كود الخير والعربية على هنا 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 دا 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 اهو فين الباب؟ نرجع انت فين يا نمبي؟ النوجة انا عنيت ولا ايه النوجة؟ يا راجل انا مش شايفاك اعمل ايه؟ روح عند البجرار النهارده النور اللي هو بتاع العماد الرؤوسي اعرف ان اخويا انا شايف اهو انت فين يا لمبي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ ايه اللي طلع في الدولاب يا راجل؟ انا عارف ازاي الراسته حطيت برنامج طيران طب انزل طيب انا مش عارف اطلع لك طب فسحها فسحها اهو ايه اللي السهولة دي؟ هتعمل ايه يا راجل؟ اسم الله عليك يا حبيبي يا ليلى اتظلم نيلة بنيلة ايه؟ عمود الفكر باظ قوم قوم ايه؟ قوم ايه يا نجلاء؟ اسمع بقى يا راجل انت إيه انا طفي النور ولا مولع النور مش صبح عمالين نقفل ولا في نور ولا حاجة بتحصل ما بالراحة طب يا نجلاء طيب بالراحة مش حلو الخطة دي مش حلوة عليا ايه؟ بتعمل ايه؟ اسألي امك حضليها بقى يعني الله يرحمها كانت اكيد وصيتك بده بحنان ضع يدك على كتفها ضع يدك على كتفها ايوه كده ده يا عم المجانس ايه؟ 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 انا عارف ايه؟ بس انا بنت بقى في بنات افكاري بتكلمني يا دي بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بنت ده دي شويه بنات افكار يعني انت هتغير ان شغلت عيال ولا ايه؟ الشغل بقى جاي برومانسيه امسك اذنها اهدي صبري صبري وده ايه اصله ده؟ ده بنت اهدي بقى ده الرومانسيه دي رومانسيكية يا بت اعملها ايه يعني؟ لحظة صرصور الودن غمض انت بس عيش اللحظة ايوه انت تتنفس انت هتغطاسي نازلة تغطاسي في مية قم بحركة عاطفية لو لبية اه طيب عارفها انا والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن انا مش عارف ايه ده and now get close to here translation البنات بتكلمني اقترب منها ايوه بس اقترب منها اكثر والان ها ضمها اليك ايوه ضمها اليك اكثر او فاكثر او اكثر ما هتتكسر كده هي اللي هتتكسر كده والان ايوه جيم اوفر احنا طمك انت بتشتمني لا ب... لا بقول لك ايه اسمع بقى يا راجل انت انا هتبس النهارده ولا مش هتبس الليله دي والله معاك حق وليه بنت كلب معفنه انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت العالم الزباله اللي هم اللي شبهنا نمامت ايه
خير يا سي الأستاذ، فينك أنت؟ لحنن يا حبيبي لحنن. أباي عليك، وأني بشحت منيك ولا إيه؟ أنا بشحت منك؟ مالها يا حنن دي؟ أيوة عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول. تتسول ده؟ ليش بجاحة؟ بجاحة؟ شوفوكوا شغلانة، روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل أي حاجة. أنت ما خبرش أنا مين؟ مين يعني بروسلي ولا إيه؟ إيه بروسك دي؟ إيه بروسك دي؟ إيه الحاجة أنا بتكلم برا؟ طل على وجهي. أنا يا ناس تيجي يا حبيبي، يا حبيبي انا ما شفتكش قبل كده. غور غور اباي، انت هتنح ليه ولا ايه؟ هتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت غور اعوذ بالله. ماشي ماشي. شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين. نفذ يا ولد نفذ. لا يا دكتور، لا يا اسطى كده، ده انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده. الولايه مزعجه قوي. حاضر. لا والله بسطتني، هتخليني اضحك. لان انا في حاجه حضرتك، في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه، انت في حاجه، في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ دكتور والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا. بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية، وأجلتها الجلسة 9-9 الساعة 9. الله، هو انت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق انا ما كنت فاضي، انا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه، لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراس النجلاء ان انا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعه، هتولع الدنيا وهبلغ الحكومه والامن الشرطه. خلصت خلاص نجله. ايه ده؟ ايه ده؟ شاي يا جدي. ها ايه ده؟ مين دي؟ ايه ده؟ انت مين هان؟ انت طلعت منظرين ولا ايه؟ بعد عليها اخوفه ولا بعد عنيها. بعد عنيها. انا تعالي يا بنتي، ببص ايديا اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا، قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتفاهم معاك. ما تعملش زيت اصلاً. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه نزلوه. انت شغلت خدام هنا بس. اخرس. حاضر خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا؟ خلاص ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه ده حاج حاج واحده دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسه، ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ندخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا تقدم. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تاني. والله ضغط النار ده. ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. اقعد اقعد.
ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي.